تعرفوا بأن العيد الأضحى المبارك هي واحد المناسبة بالنسبة للعالم القروي اللي 14 مليار ديال الدرهم اللي كتمشي يعني للعالم القروي هي أكبر يعني عملية اللي كتكون وثمانية حتى السبعة ونص حتى الثمانية ديال الرؤوس اللي كتذبح. هذا معطى مهم جدا بالنسبة للفلاحة والكسابة. ثانيا هذا الشيء ديال الاستيراد كاين مسائل اللي لم تفق معكم فيها. طبعا هذا عملية استثنائية. هذه السنة هذه عملنا عدة يعني إجراءات باش نحدوا بهذا الشيء اللي هضرتوا عليه. طبعا احنا المستوردين يعني اللي كنعرفوهم وهذا هذوك كنعرفو كاين واحد الثقه لان ناس داخلين في الميدان. والسنه الماضيه حاولنا باش نحصيو هذه المسائل اللي كانت كاين الناس واللي كيروجوا هذه الاخبار بحال الاخبار اللي بحال بعض اللي شرطوا ليها انه غير الكبار وهذا راه خصنا شكون نعرفوا شكون كيروج هذه الاخبار هذه من جهه. وثانيا عملنا واحد اللائحه وعملنا اون كوسيون هذا العام تنقولوا ودي شكون اللي بغى يمشي يحط لي لا كوسيون على قبل ما يجيب داك الشيء بعدا باش نكونوا ديال العام السنه الماضيه تسجلوا الناس وما باش يجابوا لنا دونك ما عرفناش. ثالثا لحد الان هذا الشيء اللي كيتقال كله غلط. لحد الان كاين عندنا 100 ديال الناس اللي تسجلات باش ماشي تسجلات التزموا باش يمشيوا يجيبوا من برا والكميات كتتراوح بين 3000 حتى ل 20000. ما كاينش واحد اللي دا اكثر ولا اللي كاين هذا شيء ما يمكنش يكون واللوائح يعني راها موجوده غير باش تكون واحد تمينا. ولكن هاد 100 راه حنا بغينا يكون عندنا الناس اللي مهنيين واللي نعرفوهم واللي يكون عندنا حنا مستعدين نمشيو للتعاقد مع هاد الناس ولكن يكون عندنا الوضوح بحال اللي جيتوا فيه. فكنحاولوا نديروا هاد الشيء وفهاد الشيء كاين الناس اللي كتدخل واللي كتكون عندها شي بحال لوبورتونيتي وكيبقى هذا حنا عايشين معاه وكنحاربوه يوميا.